نتواصل معكم مشاهدينا، وزي ما حكيت في بداية افتتاحنا للحلقة انه الاسبوع الماضي يوم السبت الماضي كان هنالك حديث حول موضوع الخلايا الشمسية والسخانات الشمسية. حكينا عنها بشكل تفصيلي موسع وحكينا عن الميزات لكل وحدة، لكن تفاجأنا بعد الحلقة بانه كم هائل من الاتصالات عم تسأل على موضوع الخلايا الشمسية وما توفره وتنتجه من طاقة كهربائية، وبالتالي كانت هنالك عدد من الاتصالات بالطالب بانه نشرح عنها بشكل تفصيلي. وحقيقة انه كان كتير مبسوطين بانه اتجاه الناس انه كيف ممكن نوصل ونركب هاي الخلايا لانها بتوفر طاقة كهربائية. اليوم رح نحكي عنها بشكل اوسع ورح نخصص بالتحديد عن الخلايا الشمسية. فاسمحوا لي ارحب اجمل ترحيب بالمهندس محمد الطعاني، وهو مدير للهيئة العربية للطاقة المتجددة التابع للمجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية. اهلا وسهلا فيك مهندس، الله يعطيك العافية. الله يعافيك ويسلمك. حقيقة يعني أنا بحكي لك كنا نحكي برا الهواء، أنا كثير انبسطت إنه لقاء المرة الماضية جاب ردود فعل أنت ما بتخيلها. يعني أنا تليفوني ماهدي وكانين يسألوا في المكتب إنه كيف بدنا نركب خلايا شمسية، فصار يبدو إنه عند الناس. على فكرة إحنا كنا في اللقاء السابق حكينا إنه الناس ما عم بتميز بين السخانات الشمسية والخلايا، فكان في عند الناس يعني انتباه بإنه ها في إشي بيوفر كهرباء وبنتج كهرباء، وبالتالي على الفاتورة هذا على المدى البعيد كثير مجدي. فإحنا في البداية اسمح لي مهندس محمد انه نبدا نذكر الناس ما هي الخلايا الشمسيه كمقدمه صغيره. صباح الخير لك وللمشاهدين، وانا مبسوط يعني على ردود الفعل، وانه احنا كالجمعيه الاردنيه للطاقه المتجدده قدرنا ان نكون ان شاء الله على تواصل مع المواطن في مواضيع كثير حساسة اللي هي أزمة الطاقة، وكيف أنه ممكن احنا نتبنى أنظمة الخلايا الشمسية لتوليد الكهرباء. الخلايا الشمسية طبعا هي اللي احنا بنستخدمها لعمليات توليد الكهرباء، وحاب أحكي أنه هاي الصناعة كانت معقدة بالماضي، كانت معقدة ناخدها مهندس اوكي تعطيني اياها اذا ممكن. هلا ايش هاي النماذج انتم جايبينها من برا؟ احنا جبناها من برا على اساس انه نشرح عن اهميه الكاميرا وان اوكي واحد الفاتوره. هلا هاي مهندس الخلايا او نموذج للخلايا الشمسيه، نموذج هاي احنا تقريبا بالعالم الخلايا الشمسيه، المصانع الخلايا الشمسيه بتمر حوالي ب 20 مرحله تصنيع حتى تصل للخليه اللي احنا بنستخدمها كموديول بالبيوت حتى ننتج منها الطاقه الكهربائيه. حاب اذا سمحتوا لي نعرض النماذج اللي ممكن احنا نستخدمها، موجوده على سلايدات اذا سمحتوا. هلا ناخذ هاي النماذج. اذا هاي خلايا شمسيه، طبعا هذا النظام خلايا شمسيه بتلاحظوا، اذا بنقدر بس نثبت صوره واحده نشرح عليها. خلينا على هاي جمعه، لا يا ريت نرجع على هذيك. اوكي نرجع على الصورة هديك. أوكي. نظام الخلايا الشمسية حاب أحكي أنه يعني تقريبا بداية التسعينات، نظام الخلايا الشمسية كان بداية التسعينات تقريبا سعره 7 أضعاف السعر الموجود الحالي. طيب. الآن النظام هذا الموجود هنا هو نظام تقريبا 1.5 كيلووات. أنا ركبته في الجامعة الأردنية كوني كنت نائب مدير مركز الطاقة بالجامعة الأردنية، وهذا النظام كمان احنا ركبناه في احنا احدى الشركات التابعة لقواتنا المسلحة في السودان. طيب. فالخلايا الشمسية هي تقريبا الآن كونه نزل السعر تبعها راح يكون عليها اقبال كثير، واذا سمحتي لي مثلا اذا نستعرض فاتوره الكهرباء حتى احنا راح نفرجي الناس فاتوره الكهرباء كيف راح توفر علينا، كم استهلاكنا، واذا في خلايا شمسيه كم راح تنزل على فاتوره الكهرباء. لكن اسمح لي في عنا فاصل لازم ننتقل لزملائنا بعد قليل في استديو الاخبار، ونعود اليكم مشاهدينا. نتواصل معكم مشاهدينا ونستكمل الحوار حول موضوع الخلايا الشمسية مع المهندس محمد الطعاني، مدير الهيئة العربية للطاقة المتجددة التابع للمجلس الاقتصادي في جامعة الدول العربية. احنا راح نستعرض نكمل الصور، نبلش فيهم جمعة هلا للخلايا الشمسية. اوكي. طبعا حاب احكي عن الصورة هاي الموجودة. يعني انا يعني بصراحة بالاردن كل الاردنيين احنا يعني فخورين بقيادتنا الهاشمية.
وجلال السيدنا يعني اهتمامه في الـ في في الـ في الطاقه المتجدده. اتوقع البوستر المعروض او الصوره المعروضه لاحد المواقع العسكريه وبتشوفي معظم الحدود الاردنيه كلها بتشتغل على الطاقه المتجدده. فهاي متابعه شخصيه من جلاله الملك كامله باهتمام مباشر من جلاله الملك. طيب طيب احنا كمان نشرح لهدول الماء. هاي كمان احد المواقع اللي احنا بنستخدم فيها طاقه الرياح لتوليد الكهرباء. طيب احنا انا حابة يعني مهندس احنا كنا عم نحكي برا اذا هينا عمانا بنستعرض الصور كنا عم نحكي برا برا الاستوديو على موضوع فاتورة الكهرباء نشرح عنها بتفصيل انه الناس اذا استخدمت الخلايا الشمسية كم راح تستفيد او نتائجها على فاتورة الكهرباء. طبعا هاي كثير هاي قصة كثير مهمة جدا وان شاء الله انه كل الناس يتبعوا معي ويركزوا على الموضوع كثير. بتلاحظي في عندنا من الفئة الأولى للفئة السابعة أسعار لكل كيلو وات أور، يعني قديش سعر الكيلو، فبيبلش بثلاث قروش وثلاثة بالعشرة وبيصل لثلاثة وعشرين قرش ونص. تقريبا هاي الفاتورة بدون خلية شمسية بدون أي شيء. بتوصل لكم مرات؟ لـ300؟ نعم. بتوصل كم؟ يعني بتبلش بثلاثة قروش وبتصل لـ25 قرش. لـ25 أوكي. الان هاي الفاتوره تقريبا لشهر، مثال احنا جبنا فاتوره لشهر قيمه الاستهلاك 701 كيلو وات. كيلو وات اور. الان الدعم المطلوب على الفاتوره هاي 65 دينار وموجود كمان على الفاتوره صاروا يشاهدوها الاخوان المواطنين الجديد اللي هو قيمه الدعم الحكومي تقريبا قد او زياده عن قيمه الفاتوره. اوكي. الان لو افترضنا اني انا بدي اصمم نظام خلايا شمسيه اغطي قيمه الفاتوره هاي تقريبا تحتاج ل 700، خلينا عشان انه اللي بيحاول يتبع معنا اذا بتضل استهلاكنا 701 كيلو وات. ايوه تقريبا هذا بالشهر بنقسم ال 700 على 30. هاي في الخلايا الشمسيه بنقسمها على خمسه. شو الخمسه؟ الخمسه اللي هو عدد السطوع الشمسي اليومي. بينما هي ممكن تطلع اكثر من 12 ساعه في الصيف. اوكي. فاحنا بنحسب على الويست كيس سيناريو. طيب الان قديش المواطن ممكن يوفر على نفسه من 65 دينار ل يعني راح انه مثلا يركب النظام. النظام هذا تقريبا راح يكون قدرته 4 كيلو وات. طيب ثمن النظام بحدود ال 4000، يعني كل 1 كيلو وات بكلف 1000 دينار. الان هو المواطن بتفحن على مدى 4 سنين وهو اوريدي بدفع ثمن الكهرباء. طيب. فالان بيظل عنده تقريبا 21 سنه كهرباء مجانا. مجاني 21 سنه. واستملك ايضا اللي الخلايا السيستم. صار السيستم كامل. عنده. والان قام شغله ثانيه غير انه تملك، قام شغله انه هو الوطن بدون مواطنين، لا هو جزء من الوطن، لذلك بده يقيم الدعم هذا اللي هو قاعد بيدفعه ومش حاس فيه، وباخذه يعني مثلا شركات الكهرباء اللي انا الان بحس انه لازم ننتقل لفيز 2، فيز 2 انه الان دور المطورين، احنا ما لازم نكون تقليديين ونعتمد باستمرار على الطاقه التقليديه، عانينا الامرين في ازمه الخليج الثاني وانقطاع البترول والأزمة الغاز. طيب. الآن البدائل الطاقة المتجددة تعمل خيارات كثير مرتبة للدولة من خلال المواطنين والإقبال أكثر على المشاريع، اللي هاي المشاريع ممكن تبلش 3 كيلو وممكن تنتهي لمصنع، لمزرعة، طبعاً. لأوتيل، لمستشفى، لجامعة. يعتمدوا اكثر على موضوع طيب. الطاقه المتجدده. انا بدي اشكرك لانه احضرت لنا اشياء حتى نوصلها للناس بشكل اسهل. هلا ايش هذا؟ بتركب على نظام الخلايا الشمسيه. شو طبعا هذا منظم، واللي هو مثلا الخلايا الشمسيه بتركب على منظم ومن منظم نقدر نبعث على البطاريات حتى نولد الطاقه الشمسيه. اذا هذا منظم لتشغيلها. نعم. اوكي. نحكي كمان، انا حابه اتطرق لموضوع يمكن انا عندي هام جدا، انه في بعض شركات او بعض احيانا محلات ما لهاش علاقه في شيء موضوع اسمه الطاقه المتجدده، فهلا هاي بتتاجر احيانا في بعض شغلات للطاقه او مصادر الطاقه. هاي كم هو ضروري تدخلكم انتم كجمعيه مهندس وضروره وجودكم في هذا الموضوع وتدخل وزاره الصناعه والتجاره؟ الان بصراحه انا يعني الحمد لله بمتلك خبره تقريبا من بلدي 30 سنه بالطاقه المتجدده.
خلال السنتين الماضيات لقيت كل الناس بيشتغلوا موضوع الطاقة المتجددة كموضة، وأسهل طريقة أنك تحصل فيها على مصاري. وبالتالي أصحاب الناس اللي غير متخصصين، يعني بتلاقي واحد طلع على الصين وبدي يشتري ملابس أو أدوات منزلية وإشي، بقول لك خلينا نأخذ كونتينر سخانات شمسية. ناس ما إلهم بالموضوع كمان بدهم يجوا يعملوا شركات بالطاقة المتجددة. الشغلة الثانية كمان المهمة وناقشناها بصراحة وبحكيها على الهواء، إنه وزارة الطاقة سهل جدا أي واحد يروح على وزارة الطاقة ويفتح شركة بالطاقة المتجددة، بينما خلينا نقارن حالنا في دول ثانية لا يمكن إنك تقدر تفتح شركة بالطاقة المتجددة ما لم يكن عندك كادر مدرب، وبالتالي هذا الكادر المدرب راح يدخل المهندسين العاطلين، كثير منهم عاطلين العمل، وراح يدخل فنيين مدربين يدخلوا في مجال الطاقة المتجددة. أنا اسمح لي دكتور جمعة بس يا ريت نحط سريعا رقم الجمعية، لأنه أي شخص بده يركب خلايا شمسية الجمعية مستعدة مجانا طبعا إنها ترشده وتتابع معاه في عملية تركيبه وتوديه للشركات وتتابع أيضا الشركة في قضية التركيب. رقم الجمعية منطقة أبو نصير، أنا راح أحط الرقم الأرضي 5240 95 95، هذا رقم الجمعية لأي شخص بحاول إنه يعني أو بفكر في تركيب الخلايا الشمسية لتوليد الطاقة. أنا اسمح لي المخرج بحكي لي لازم ننهي، لكن إحنا إن شاء الله بدنا نوعد المشاهدين بأنه نتناول قضايا أخرى في قضايا الطاقة، لأن هذا تحدي للأردن، الأبحاث عندنا كتير كبيرة، وكنت أنا بحكي لك برا الهواء بأنه في أبحاث عم تنعمل عن الطاقة ونحط لها ميزانية من الصندوق الدعم البحث العلمي، لكن هذه الأبحاث يعني لسه ما لمسناها على أرض الواقع. سببها أنت عملت دراسة مهندس صح؟ مزبوط. إنه وين المشكلة بما إنه إحنا مقتنعين في هذا الموضوع وزارة الطاقة بتدعم؟ المشكلة إنه إحنا لازم يكون في تركيز يعني وتوعية على الموضوع، وبالتالي إحنا بنسمع كثير أرقام، يعني أنا من الناس مثل المواطنين العاديين بسمع 450 مليون لازم يكون منهم حصة للطاقة المتجددة، بالتالي هو ضياع المأسسة بشكل عام. هي مشكلتنا. مشكلة رقم واحد. مشكلة رقم اثنين بالأردن هي كل الناس بيقولوا حتى نزلت بكل اللغات واسطة أو الهاي بيرسونيل، فبالتالي أنا بعرف الوزير الفلاني مش الوزير بالأردن، أجيبه معاي مع شركة أجنبية. فبالتالي إحنا حتى الحكومات أنا بطالب كمان مجلس النواب كم نبارك لهم راح يكونوا جهة رقابية، نحاول نخفف من الموضوع هذا حتى نكون ما شاء الله دولة مدر في كل شيء، لأن هذول مشكلتين إذا بنحل كل شيء بنحل طبعا بصراحة. إحنا مشكلتنا ما هي المؤسسية والمحسوبية والواسطات. على كل إن شاء الله إحنا في صدد يعني الاستمرار في قضايا معاكم مع الجمعية، والمبادرة ما حكينا عنها المرة الجاية، خليها المرة الجاية، فنوعد المشاهدين نستمر حتى نوعي الناس في قضايا الطاقة المتجددة إن شاء الله، لأنها تعتبر تحدي بالنسبة للأردن. أنا بدي أشكرك عطوفة المهندس محمد الطعاني وحضرتك مدير للهيئة العربية للطاقة المتجددة التابعة للمجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية، كل الشكر لك ويعطيك العافية. الله يحفظك وإن شاء الله نستضيفكم بالجمعية إن شاء الله يا رب.